اللواء الدكتور أحمد طه، عندما طلبت من سعادتك هذا اللقاء لم تبدي أي رغبة في طرح أي سؤال، هل ده ثقة من سيادة اللواء الدكتور أحمد طه أم أنك تعلم أن أحمد عبد الحافظ لم يتجاوز الخطوط الحمراء؟ والله انا عايز اقول كليهما، بس انا مش عايز اقولها بالشكل ده، لاني انا مقتنع دلوقتي احنا في مرحلة جديدة، في مرحلة انتقالية لشعب مصر العظيم، في مرحلة انتقالية بنشوف فيها التنمية بعنينا، مش بالكلام مش بالقول، لا ده بالقول والفعل. فكل شعب مصر مقدر يعني ايه كلمة امن ويعني ايه كلمة اعلام. وكلمة امن ذكرت في كافة الرسالات السماوية، ذكرت في الكتاب الأبدي الخالد الذي يصلح لكل زمان ولأي مكان، ألا وهو القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. الأمن هنا ركن من أركان الدولة، لو سقط الأمن لسقطت الدولة. وأية دولة نتحدث؟ ده بنتكلم على مصر، مصر التي ذكرت في القرآن، مصر التي تجلى الله على أرضها. ومصر دي اذا مش بتاعه الشرطه لوحدهم، مش بتاعه الامن لوحده، دي بتاعه كل المصريين. ومن ثم فانا وانت وكل اعلامي وكل امني وكل مهندس وكل دكتور يهم ان المرحله دي نسعى فيها للتنميه. فولا انت ولا غيرك ولا انا ولا اي حد من مصلحته ان احنا في مرحله تنافس، لا، ده الاعلام والامن في مرحله تكامل. انا مقتنع ان بالاعلام والامن معا اقوى من الدبابات والصواريخ لو اتفقوا. وهنا بنناشد بجد من هنا الصرح العظيم، بناشد كل الإعلاميين، هيا بنا نتكاتف لخدمة التنمية في مصر. يعني يا ريت نبعد عن الأيام القديمة بتاعت المنشطات الرنانة للتسويق فقط. لا، ده الإعلام والأمن دلوقتي هيسعوا مع بعض في ارتباط تكاملي عشان نصل لتنمية لبلدنا مصر. طيب، احنا في أشد الحاجة لده. طيب اسمحوا لي أعزائي المشاهدين نتجاوز أول سؤال خلف الخطوط الحمراء مع السيد اللواء الدكتور أحمد طه. سيادة اللواء، بعض الآراء بتقول أن هناك في تعامل الشرطة مع الشعب شيء من السيادية، رأي معاليك؟ أنت فعلا ابتديت تتجاوز الخطوط الحمراء. أولا أشكرك في كلمة بعض، لأني أنا ضد العموميات، ما فيش عموميات على أي حاجة. وبعدين كلمة ديمقراطيك أو ديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر، طبيعي أن يكون في بعض يتجه الاتجاه المتطرف السلبي والآخر بيتطرف برضو إيجابيا. أن احنا عايزين نتكلم بطريقة تانية. لو قدرنا نقول أن الكلام ده كان ينفع ينقال قبل كده في العصور السابقة أصدقك، إنما في العصر ده لا، أشك. أشك، هو في ناس في مقولات بتقول عشان تحاول تعمل الفرقة دي، إنما لا، مش معنى كده ان مفيش اخطاء، لا، في بعضا من الضباط وجزءا من الضباط او القيادات او الافراد او المجندين بيتجاوزوا. انما ده جزء من كل ولا يعبر عن الكل. فانا بشكرك على كلمة بعض. وبعدين انا عايز اقول لضباطنا واهلنا وناسنا، السلطة دلوقتي مش بما تملك، السلطة بما تمنح. بما تعطي وتمنح. فأنا شايف أن كلمة سيادية معلش فيها تجاوز شوية، لأن بالفعل واقعنا دلوقتي الحالي بعد عن الحتة دي. بعد عندي احنا دلوقتي، أنا شايف أن أنت مواطن مصري، أنا ضد التقسيمات، لا يوجد ما يسمى لواء وفرد وظابط ومواطن ومهندس، كلنا مصريون. وفي المرحلة دي بالذات التكاتف ده لازم أن ينقل لك أنت وطني، هيا بنا نختلف من أجل الوطن ولا نختلف على الوطن. مش بقى بعد المعنى الجميل ده عايزين نبعد عن كلمة سيادية، لا، عايزين نتكاتف أكتر من كده.